أعلنت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم عن انطلاق المؤتمر الأول لطب القلب الرياضي قلب الرياضيين، والذي ينظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط برعاية كريمة من لدن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. أكدت على استمرار جهود الكوادر الطبية والصحية لتنظيم وعقد مثل هذه الملتقيات المتميزة والتي تستقطب الخبرات المتخصصة من داخل وخارج مملكة البحرين لتبادل الخبرات ومناقشة آخر التطورات في مجال الطب الرياضي وخصوصا قلب الرياضيين. وأشارت الوزيرة الصالح إلى أهمية عقد مثل هذه الفعاليات والتي تعزز من موقع ومكانة البحرين في المقام الأول وإبرازها على الصعيد العالمي في تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية والمتخصصة والتي تحقق الأهداف المنشودة والرامية إلى تعزيز خطط القطاع الصحي وتعزز مستوى الوعي اللازم في كيفية تشخيص وعلاج مختلف الأمراض وتوفير أفضل الفرص لتحسين الحياة للمرضى، إلى جانب إكساب المعنيين والمختصين بالبحرين الفرص لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمجال عملهم.